السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن ذي الهانتين بداوضي الملكة سايتشوكتان كسو دوادة صومالي تشانل منيسوطا يو صومالي تيفي اوف منيسوطا داوضي الوبرامج كي سيادة شد عيونك أنكو يقدو نمانتي لمع وحبر الشدة شدة أتكور هيسان دلك مريكان كواحا كنول صومالي آدو فرابدان كواسو كسو هاجري دلكي صومالي مركي إدقال لذا كدعين حدبا إما شاة دلك مريكان كأيا وحي نقطة مدفا إذا وين أيكو هلين دادك صومالي دا نعيب بدل مركي الله إيقو هدين نقول لنا عقناعسي وحبر الشدة يعرمها بلشدة دمانتود بوحا إيكي هلين تانسي ونكسن annagoo eegayna bal maxay gaareen oo hormara hadda waxaan eegi doonaa bal dhanka waxbarashada maxay heleen waxa jira iskuulo ay si gaar ah u leeyihiin dad Soomaaliya taasina waxay noqon kartaa faa'iido weyn oo soo hoyata ama guul dadka Soomaalida ah iyadoo aan shaqo kulahayn dawladda shaqana aan kulahayn ururo kale ay leeyihiin shakhsiyaad Soomaali ah taasina waxay u faa'iideysay arday badan oo iskuulada wax ka dhigata hadii ay fahmi waayaan ay ku qaataan casharro dheeri ah iskuuladan hadaba isku waxa ka mid ah Somali Institute of Technology, Center of Math and Science. Muhammad Saeed Abdullah waa director and teacher. Muhammad Saeed Abdullah waxaan hore ugu naqaanay inuu ahaa ganacsade waxaana kamid ahaa Soomaalidii ugu horeysay ee soo gashay dalka Mareykanka. Muhammad Saeed Abdullah oo hadda u wareegay dhinaca waxbarashada iyadoo dad badan ay lama filaan ku noqotay iyagoo ku ogaa Muhammad Saeed Abdullah ganacsade hadaba sababtu ku kaliftay xilligan inuu asaaso iskuulkan Somali Institute of Technology, Center for Math and Science. Muhammad Saeed Abdullah waa nin Soomaaliya maantay waxa uu degan yahay magaalada Minneapolis bal Maxamed Saciid Cabdulle taariikhdiisa hadaan idinka waramo waxa uu ka baxay 1981 jaamacadii Lafoole ee dalka Soomaaliya kadib waxa uu yimid dalka Mareykanka waxa uu ku sii qaatay oo waxbarashadiisa ku sii watay jaamacadda weyn ee gobolka Minnesota waxa uuna halka ku dhameystay chemistry iyo medical technology maantay Maxamed waxa uu faa'iideeyay arday gaaraysa ilaa 300 hadaan ay ka badnayn inta aan hadda ognahay هذا محمد وأنا سلاه مانت وحدو هالشيء تانس سوى كسر من استوديو سومالي تي في في مينيسوتا يو سومالي شانل أيام داو ذي المانتين بين كسر لوينيا بل سوى حندوني يا مركو رح ديا دوبه هانتين وحريرة أم إيميل هدد لسه ما ينسان عبد الله 56@hotmail.com أما عبد الله كنتن يلح @hotmail.com وحي فرينا هالك يا دو دري كرتان في كلفة فاهم وحد كيل إنسان سومالي شانل أم سومالي تي في في مينيسوتا محمد سيد عبد الله كسر لو سومالي شانل يو سومالي تي في ما سودوا يا سلام واتاي والله هو الرين بل انت انا نقلن وحبر شذا محمد سيد هرو شيء جيبا وهذا هيد من جناح صدا سيدا كونا قاني او ميلا بدن كفري حتى جناح سي دتكو يكو يقانين ان نكا كوك لكن سنة ذي هيدن ب وحنكو ارجنا اسبدل نكا وحبر شذا قرما ايو اسبدل كان يمي محاسك وقول لي هذا انا نكا وحبر شذا وعطو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا تذك الصومالية أنا ضاونا لكن أنا عمر كي غرو معلم عنها وحن كسب بحي لفولة 1981 كي فيزيكس المادة صوبرتي إن ودنا عمر كان المادة أجهزت حق بيزنس كا مخايد وحن كفر مينيابولس وحن أنا نيكو غوري كفر مينيابولس 1995 كي كهرنا وحن كلها نجري مجال هذا نيويورك مليار بلين بيدان يعني قريب يركلها عمر كان مدن ودي ريستورانيادي بزنسيادي هبين بان فكر وحان الروار دادكا سوماليهد اسكا تواليسان او باهن ساينسك ايماتك او باهن دي هلا دي منين او بورتو داد بير وادي وصدقاء الهي حقيسك ايمانس جارية او كواهي داد واح بورتو كي وحسي بورتا كي وحسي بورتا كي كلا وحسي بورتا مكو دادكو وحسي بورو ادني الهي وحكاسينا يا اجري يو سما يو اجري حسناتو كاسينا مكو حان قوام قوار وحان الروار ما دتك واحد برتت ورقدي كان هوس كل نفتي وحنا قاعدي إن حيو قاعد تلعب لوت وحنا قاعدي إن ودي كرايا واتي محمد وحفلي يا عديقة بها علم سعونية لكن وقت جاي ملك لا تقلني حلي قل عقد وتصور نفتي حلي قل واحد كوجر تاد وقف عيدي اللي هيد وما دعت كرالتي مو دخل شيء واتي وأعرف في عن وقام في عن أدقارتي ويه إن حرمت الصومالي Somali Institute of Technology goorma ayuu ahaa aasaaskeeda xagee baa ka bilowday hadda imisa meelood ayaad furtay oo ay maraysa imisa magaalo ayaad ka howlgashaa in xaruntaan inta waxaan ka furay markii ugu horeysay Beresfield 3 sano kor in ila 3 sano kor way socotay dadka Soomaalida degan Beresfield ayaynu iman jirtay Minneapolisna dad aad u tirbin ila aadan la konto afartan ila konto gaar aan ugu iman jiray marka aniga dhalinyarada ila shaqaysay waxaan go'aan ku gaarnay in aan Minneapolis leh xarun kale ka furno meeshaan ay to liyado in Nicollet Avenue
كتالة تونون تونون نيكلاد أفنو ماشي إلى متكلا كفرنو تتيك لما وفرنا تدينا من نابل حوش إنا إنا من نابل وسبعد حرنت كفرن تاي يمد كلام برنس فيلنا تاري ولي مشهود ود أجرتو واتاي إن سكول لذا أت فرتين محا أت كل كتان محا سو قف هذه سنة ومدة محا سلذن كسر راعة أو أت وقف في عنتين سكول لذا كلام فرام سكول لذا كلام وحنا وقف في عنا هاي وان تو وان أنا جو أرضي بدن هالمر مقعد إنه إن أرضي إنه وحنا ككلمينا لو ما دو أد مهمة حسابته إي ساينسكا إي إنجريسكا نسم تامس وككلمنا لكن أرضي مهمات وقوي محاوية حساب إي ساينس إنه إنه أرضي قاسيته أمال كمرو ماركو حسابته كوف عنا هذا أرضي مورو كاود اسمايا ما دوين كلاو كوف عنا نايا سكولكو حوكا نقونا يا بالك محالي هذا حد نن قف وين قف ميل في عن مرايا ماركا أنا قوها إنت بدن إقنا ساينس حسابته ee science ka kuwa soo ah mustaqbalka waxa loo baahan yahay waa tahay in iskoolada hadda aad dhigtaan waxa jira iskoolo badan oo arurtu ay isugu jiraan in gabdhay weelal kuwan waxaan ku arkaa marmar weelasha oo kaliya ama gabdhaha oo kaliya marka iskoolkiina qaybtay isugu jiraa gabdhay weelasha isugu jiraa labadaba labadaba waa tahay in arurta daday ugu badan ayaad qaadataan oo aad wax bartaan from in waxaan qaadanaa laga bilaabo glaska afraad saddexaad ila iyo jaamacad waa tahay in ma waxa dhigtaan wax loo yaqaan after school after school in waxa inta badan after school ka homework laga shaqeeyaa anaga homework waa ka kalmeena laakiin waxaan isku dayaa cunuga inuu san homework u baahanin hadii boog ay ku xanuunayso oo aad tala korban ka dhowaaya ma hagaagayso ilaa aad boogtay aad antibiyootik u qaadato كوري هوس أد كديش. مركب عونجي مركب أنا جو حاسكو دينا إن حسابته إسحانيس كا إنجليز كا ككالمينو سيو لغو هيس لغو استاجو سكول كيسنا ملف عنو قالو. واتاي. إن أرورتو سكول لذا أي دكتان أو الصبح يأذن ما هي إذن كوكوين الساعة ذا هي بيهول قلان. قلب. ورم أي دي مادن. أنا قلبي هي بيهول قلان. إيو ويج ويجين ده محل سبت هذا. مركب إن أردو بدن بان adii istilaayo muddo adab nala joogay waxayna kordheen sano walba waxay kordhayaan map testiga ama mca ga qaarkood waxay kordhayaan 10 points 15 points 20 points ay hal mar sare u kacayaan waa tahay ardayga markaad qaadanaysaan maxaad ka xulataan waxaan ka xulanaa ardayga inuu fadhinayo edebna leh inta kale waa anagana jirta waa tahay dhibaatooyin ma jiraan aad ku qabtaan caruurtan aan waalidkood la socon ee iyagu iskuulkiina si toos ugu yimi idinkuna aad u faa'iideysaan maxaa dhibaatooyin aad ku qabtaan aad la wadaagaysaan waalidiinta dhale haddiiba maanta barnaamijkan idinka daawanayaan dhibaatooyinka aan ku qabno waxa weeye waalidiinta cunug bay ku keenayaan markay cunug ku keenaan cunuga mar horu baabay cunugka fasalka lixaad dhiganayo oo aan aqoonin multiplication xaggee u wadaysa ama cunug high school dhiganaya oo aan fraction aqoonin xaggee u wadaysa marka waalidiinta waxaan ka codsanaynaa intuu yar yahay ha saaraan culayska si uusan mujada marka uu weynaado oo dhibaato keena soomaalida dee waxay tadaa alifkaa xumaado albakru ku dhibaa cunugii hadda oo high school dhiganaya ay hal mar ordayaan laakiin sannadaha dambe saddexda sano ugu dambeysay soomaalida waxay noqdeen dad aada hurdada ka kacay dad ilmahooda ku dadaala maxaan moodaa inaan kasoo ficnaanayno sidii hore waalidiintana ay fahmayaan dhibka meeshuu ka jiro cunugu horaha loo keeno cunugu horaha loo qabto cunugu waqti ha la siiyo intaas keliya wax kale oonlayn ma jirto waa tahay haddii ay jiraan caruur ka timi afrika oo ku cusub wadankan iskuulna aan ka gelin laakiin raba inay iskuulkiinana ka faa'iidaystaan iskuulana aadaan maxaa shuruuda ku xiran oo aad rabtaan idinkana laftigood inaad u sheegtaan waxa horta dhowr caruur baa noo yimaada aan badnayn ilaa 32 meelahaas ku dhawaad oo afrika ka yimid oo waxay ogyihiin aan jirin oo lagu tuuray fasalka shanaad fasalka afraad fasalka xaalad ka tuuray waxaan isku daynaa inaan luqadda iyo xisaabta ka dhisna keliya haddii luqadda uu la qabsado cunuga xisaabtiina waa isku wada mid ama soomaali ku dhigo ama ingiriis ku dhigo waxay marka hore waa isku wada mid markii luqadda iyo xisaabta isla qabsadaan word problemska cunuga waa fahmaya laakiin waxaan ugu daran waa cunug iyo weyn la keeno glaska koytonaad la geliyo taas dhibaato waa inta badan laakiin nimaan ka bixin karin male ana arday waxaan aqaanaa gradeka koyt shanaad ka bilaabay maya aan leeyahay sideedaad ka bilaabay haddana jaamacad ku jira waa tahay
لنا عكلا وحبرش هذا دتك ووين إيه وحمة قبطان دتك ووين أكل الجلاء هذا والرب إنا جي جديد الدياريان إيجن والله البكرينا ودور هو يوين أما دور دلنيرا جي جديد ككلمينا because مركور بري جي جديد الله سمينا مركي في عنادان جي جديد امتحانا لك غادينا امتحان كي قلايان قلت لكو واتاي قاب عن كي اياد ولما عامشان دتك الرب إنا إذا لسو حريران أما يسكول كنا إمادان ما واحد سوى عيان تليفن ندينا ما حفيس كيدون كي إمانيان ما سيك كلو أذو حقا بشان مياه جرا لا وضو سمين كران تليفن ندان وانا غسو وعي كران إن حفيس دان ونوغو ما كران حفيس كل لبوية مدعو كي يلا من يابلس تونوان تونوان نيكلاد أفنيو ماشا داب شيل ولوه مركز سمارة دواو دي يقانا ماشا مدكالاني حاوية إن حكوية لا إن برنسفيل ماشي مساجد كهوري سمارة دواو دي يقانا مركز دارها إن إلا إن 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 سكولك أودن ليين هنا لسو حريران تلافن كيكو حاوية 763-614-9508 بلي بلي محمد عبدالله مركز تصوع تلافن كيكو جواب يا كدبنا حوية أردك التست عن قارينا وحوية هاي عن شيءنا سيرفس كان بحنو ضد أدم فربطنا بحكي كم دين معيار عن شيءنا ساعتي وحال وحالو جارج كريا 80-90 أنا كم جارج كرينا ضد سومالي هذا ناي بس وجو مجرنا وحنا وجونا إن المهنة مل وحبرتان وحبرتان واته ضد كواوين يجو عن لقدينا أقولن rawana inay wax barashadooda horumar ku sameeyaan wax ma ka caawisan iyaga dhinacooda hawa ka kalmayna luqadda dadku maxamed waa laba nooc noocan luqadda baa xogaa ay u bilaaban oo yaqaaniin ama iskuul bay hor u soo dhigteen oo waxba u bilaaban oo marka qaar way idinka waad waawin kartaan qofna waaba ibr qofka ibrka ah haddana jecel inuu wax barashadiisa asaga oo wan sii wato kana faa'iideysto sida aad u sheegtay inaad u faa'iideyso ummadaada aad rabto كوا محاط وهايسان كوا سبحان بلاونا أنا ESL وحليلا ذو مركاين لبعت يا أنقم نجرت قف أكو ما أنا بقولي ما أنتو حرا سكول كان بلاوي هل مالو دكان يا صدق بلوت كتب سو الله وانا هدر وروح حرا إنا إنجليز كبرتو أفر بلوت كتب سو الله وانا وروح حرا إنا أزار تبرتو شن بلوت كده هذا كونسيستنت هاي أو هذا أوتمات ماشا وتقول سنسا waad adi aadad ugu leesaysa waxaan baran karin ma jirto laakiin markii hore adiga go'aan gaar ina iskuulka sii wadaa iskuul gar labana isma raacaan paycheck weyn iyo iskuul isma raacaan macnaheey taajirnimo iyo arday ani university masoodan aad jiray waxaan cunu jirnay dollar iyo coffee only macnaheey waxaan ku sheegaa waa adi kara shaqo laakiin shaqada waxaan ka doorbay iskuulkan aad hadda iskuul inaa wax barato u soo jeeso inaa wax bartay إذا نفط الإنفستمنت وأنا ولا شغله، وحبرش أنا ده وأجن هاي نلاش يروح يكرك تا ويساشة، وده قاعد به أي حريجري، نين كان مسكح الكريدين، دبل كريدة هوس كريدة، معناه وحوي وحات أسامبل لهم بجلسة، عدد ما نقول بو شغله ونكسنتها لكن وحنكوش يعني نين كان لكن شغله شغله فعلا شغله شغله كفا معناه وحبرش هذا نلاش هذا يروح يكرك يسا ويسالس ان ان كان دخل دل كان مريكنكا اينو جوغنا ايا waxa ugu nimi waxa la yiraado waxaan ahay ana boss isu ah oo ay dadku markuu qofku salaf in baray yahay oo kale en ama uu yahay qof isagu is xukuma de waxaad ka hadlaysa qofku isagu hayso xukumo markay wax barasho tamaado wax barasho waa furaha adduunka waa furaha adduunka hormar hada doonayso dadkaaga iyo caruurtaada wax barasho waa taa إن محمد سعيد عبد الله وحي كوي قال إن دتكو بلي بلي ما حد كله بحذي بلي بلي إن بلي بلي أنا هو حن كشقين جرى رستورانت كوي على نيويورك وحيرا أن كلها يو مخايدو من يابلس أن سوغوري 86 ما كان ماضي أفكي جوا حكوب النامج على هذا بلمبي بلمبي نمعنا ذو حوية سيدا سبوا يجوا كلا رستورانت لم بدأوي ودان يرف بدان الصومالي إكش غنجرت هل كان إما هذا بلمبي مكوا مريكو جوا يقارن بلمبي دت كعصب ولا لها يجا كيميد بلمبي مكرين أرجع بيا كجرتي مركو عدين بلي بلي سان مارول بيجا داي ولها بلمبي ما نوع بلمبي
way ugu dhigtay marka hadana waxa kama qabo bilbili waqada bilimbigi bilbili way ku yaraa bilbili way jawaab qabaa hadana bilbili waa dabacad xun yahay basbaaska way basbaaska ma waa bilimbi mukhayda ka shaqayn jiray waa tahay eray kale aad aan ku taayba jiray dadku way qaaneen inta badan aan jeclaa inaan ku weydiiyo marka wax garan weydo waxa tiraa waxa soo hayo dhawn today hadal jidda hayo dhawn today waxa way wax kasta noqon karta waxaan diidanahay wadanka inaan arto ma qaane in qofka binaaadanka aad waxa sheegto kirtas galeeso ama duqal dhan yaa adkaray waa laga fiican yahay hada hayo dhawn today marka waxay la mid tahay ereygii ahaa walax sheesheeg walax duuduba dhaama walax duuduba dhaama marka waxa hayo dhawn today waa fiican tahay inaan noqonaysa way xun tahay inaan nagada hayo dhawn today hadaan qoray xinaad anoo qofka waxba ka sheegin uu garanayo waxa uu la jeedo waa sax waa tahay hadaan noqono ninkan hayo dhawn today waa fiican yahay hadaan aanan hada caruurta yarka aan u dhigo bilbil waxa hayo dhawn today marka tiif xinaad miya isduux maad way waatay ha qof walba waxba lagu bartay macna waatay intaan u gudubno inta kaftan bay igayd maxamed umada soomaaliyeed ee ku daawanaysa ee barnaamijkan la socota adigana aad tiri waxaan isu xil saaray oo ganacsi uga baxay inaan umada uga faa'iideeyo waxa kugu dhibka badan oo aad farayso hadday noqon lahayd waalidiinta ilmaha dhalay hadday noqon lahayd kuwa adiga iskuulka aad u dhigto dadka waaweyna waxaan ku siinayaa jaaniskaas ka faa'iideyso waxaan waalidiinta iyo ummadda soomaaliyeed aan kula talinayaa ilmaha lagu dadaalo ilmaha lagu dadaalo hana laguda dadaalo xisaabta iyo sayniska xisaabta iyo sayniska hadda kahor dhowr jeeran sheegay waa kaarka lacagta lagala soo baxo oo meel hadda waa aragtay shaqooyinka kaarka lacagta lagu soo shubaa macnaha hadaa lacag badan samays kaarkaaga lacag badan ka soo baxaysa macnaha waa weye waa nolosha waddankeenana waxaan ku rajaynaa inuu ilaahay dib nagu soo celiyo marka waddankii haddaad doonayso waddankii tomorrow imay inay la qabsadaan inaad xisaabta iyo sayniska iyo technologiga ay ula jaanqaadaan ilmaha lagu dadaalo ilmo badan oo aan dhalnay ayaa xabsiyada ka buuxa yaan laga harin yaan laga caajisin adagoo aabbahii wuxuu samayn jiray meel buu ifilsan jiray waxna ma akhriyo journal buu idhibi jiray akhriyo maantana waxaan sheegaa ma yaqaan afkun baan dhaqaajiya markaan kaceno may ulil nusaca ku hartay tii oo kale laydinka baahan yahay anigu waxaan ammaan halka ugu jeedinayaa hooyooyinka soomaaliyeed oo dhan aad ay u fiican yihiin ilmahana aad bay uga shaqeeyaan aad bay u dabagalaan sanadihii dambenadin hooyo walba dee short de sleeves hillary clinton waxay tiri last short our sleeves tii ay ku jiraan hadda si fiican bay ula shaqeeyaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan ilmaha lagu dadaalo waxaa la yiraha waxaa jira ere oo ingiriis ah oo dhahaya it is very easy to train or to help a child but it's very hard to fix a broken adult way sahlan tahay cunug in la barbaariyo wax la baro la hagaajiyo oo la dhiso laakiin way adag tahay nin weynoo duqoobay mujadaa inaad hagaajiso oo bujada samayso marka waxa weye ilmaha aan hagaajino way sahlan yihiin siaysan jidka uga dhacay markay weynaadaan adalto u noqon marka mustaqbalkeenana waa ilmaha mustaqbalkeenana waa ilmaha aan ku dadaalno waa tahay bilbile kuwa anaga ilaalay waxbarasho ma furtaa ha waa yimaadeen qaar ma tiri laakiin hal baa dhibi ku qabaa maanta waa imaanayaa markuu week joog wuxuu leeyahy saddex usbuuc kadib waan soo laabanayaa waa tahay laakiin waxaan ku rajaynayaa consistent inaad ku dadal go-aan gaar ruuxana ma baahnaanay ku dadal ayna dhib waa iska badan yahay waddankii lacagaa loo diraa hooyo waddan fakhriyan ka nimid waa ogahay dhibkan aniga waagaan joog ma qabin waagaa anaga joogna shilinkeena annaga gale soomaali kama wala wala jirin aniga waxaan soo galay 1983 almost soddon iyo wax la jiraan joogaa dhibkan hadda idinka qabtaan oo anaga aan wada qabno ma jirin iyadoo taas haddana tahay waxaa la barto waxbarashada waxay noloshaada ka dhigtaa way kuu fududaysaa wayna kuu sahlaysaa waata oo maxamed meesha ku dhalan gaartay waa ku dhalan gaaray ahaa aniga intay marka loo qeybiyo nolosheyda ma yar baan ahaa waa tahay labaatan laba sana jir marka amaanaya waddan maasha allah waa tahay aad iyo aad baad umaadsan tahay maxamed daawadayaal waa barnaamijkii saadaasha dhacdooyinka aan ku igeynay maantay horumarinta waxbarashada iyo heerka ay marayaan iskuullada soomaalida ay gacanta ku hayaan waxaan ku soo qaatay maanta barnaamijkayga somali institute of technology center for math and science maamulaheeda maxamed saciid cabdalla director and teacher maxamed ayaa barnaamijkan maantay aanu kaga wareysanay arrimo kala duwan ay ka mid yihiin sida loo horumarin karo waxbarashada waalidiinta iyo caruurta iyo dadka waaweynba maxamed waxa uu iskuul ugu yaalay laba meelood oo ka mid ah magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waa xaafadda burnsville haddii aad degan tahay ka faa'iideyso minneapolis haddii aad degan tahayna
وكوي لباتن كوي لباتن نيكولت أفنين صاد من يابلس نمبر كين نمبر كادي أدو بهانتين وتدوب اللي حصدح 614-95 وحوي تدوب اللي حصدح لح هل أفر سجالشن إبر سيديد نمبر كالي برونزفيل وأنفلي إنه تلفك جانتي هاي وحوي سجالشن لبو لبو هل تدوب إبر لبو تدوب أفر أنا أول لسه حرير أما أنا لسه حرير عدي أبان ففاهم ده هذا وحن كلو إذا سينيا مدن يالي مروين إن إيميل كا محمد سعيد عبد الله وحوي عبد الله كنتن يليح @hotmail.com وعبد الله 56 @hotmail.com وحبرش بلنتينو ووحبرش ميل كستو أجوكتان برا أما برا برا أما برا أدي يد بدو ما سنتي محمد وأنا كذا ما هرعلنا يا وقتي غالي عن نسيسي ده أنا وأنا وده نكسو جراه إن شاء الله دنيا لدوات أدي يد بدو ما سنتي ده وضيع برامج كان وحصو صاري شكون سود بردي سعيد سعيد صالح هنا عفر صمد وح إشكالها إنجنير إسماعيل أنا وأول أيام ذي حررني برامج كان لما أنت يبحث الصومالي شانل هي الصومالي تي في هي محمد سعيد عبد الله وحنا دلنا هاي نبت قليو أمانة الله سأرك دم بأوحي صلاة وهي كومنتس أما فرينا نقول ربا برامج كشادة شد عظيم كي أتقارك دون تان يوتيوب كه برامج كده نكلا سعود الصومالي تي في أوف مينيسوتا لما أنتين نبت قليو السلام عليكم.